شاء الله. احنا جينا زي ما انتم شايفين كده البحر ناقص زي ما انتم شايفين برضه كده، زائد ان الرمله ديت زايده من النوى الاخيره، فاللي عايز يصطاد مش هينفع يصطاد من على الشط، لازم ننزل المايه ايه المايه جوه عشان ايه نعرف نوصل للعمق اللي فيه السمك. فربنا كريم. النهارده بتلتمسولنا العذر لان التصوير هيبقى صعب من جوه، مش هنعرفه نصوره من جوه طبعا، يعني الفيديو ده مش هيبقى فيه بصراحه، مش هيبقى فيه لقطات مباشره. السلام عليكم يا شباب، ربنا يسعد صباحكم يا رب لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. اظن انا لو قلت اي لحد ان البحر اتردم مش هيصدقني. النهارده فعلا يا جماعه البحر اتردت. طب ازاي؟ بص كده يا امير، صور كده وغاز برج رشيد. اسمه البغاز بتاع رشيد. كل ده كان ميه يا جماعه، يعني كنا الميه لحد الصخور، يعني نص الصخور. مكان صوبة يعني. شوف الراجل واقف فين، الصخور باينه ازاي؟ لا ده ما بيتكلم، ده بيقف. المهم يا شباب احنا جينا والله زي ما انتم شايفين ما عرفناش نتعامله كده، زي ما انتم شايفين الوضع عامل ازاي. طبعا الاخ محمد سعيد ده الدليل بتاعنا، فنزل هو مكان الشاب اللي كان قاعد هنا ده. انا واقف زي البصر. لا طيب طيب ربنا كرمنا بقى، استفتحنا بايه؟ بسم الله ما شاء الله، استفتحنا بالقروصه الحلوه ديت الجميله دي اللي بتلعب ديت. ده العروس الجميل بتاع المالح العسل ده، صباحه زي الفل. واستفتحنا بشوية نقط برضه صغيرين، الله كريم والله المستعان. ادينا قاعدين مش عارفين هنصطادهم هنعمله، ربنا كريم. بس طبعا انا قلت ايه، لازم نظهر معاكم ونسلم عليكم عشان انا بقالي ياما ايه ما شفتكمش. خليكم معانا، الله كريم. السلام عليكم يا جماعة، احنا كده بنصطادوا من داخل المية جوه المية. اخ محمد سعيد اهو معانا وانا واقف اهو، يعني ده الشط اللي هناك اهو، واحنا واقفين كده على صخور اهو، واقف معلق، واقفين على صخرة. سامح بيصطاد هناك هو. انا طبعا جيت هنا دخلت مع اخ محمد سعيد، ربنا يكرمني دي نهاية الفيديو يا جماعة. ان شاء الله نتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم. انا حبيت بس نشارككم الرحلة بتاعتي، يعني مع ان انا عارف ان الفيديو ما فيهوش اكشن، بس فيه حاجات غريبه ان البحر مردوم، دي اول مره نشوفها يعني. تحياتي ليكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك يا شباب.